واحدة من أكبر المشاكل الصحية المعرضين لها في دولة الإمارات هي مرض هشاشة العظام. هالمرض يسمونه المرض الصامت، لأنه ما حد يدري فيه إلا لما يتعرض لحادث بسيط يسبب كسر شديد بسبب ضعف العظام. سلامات سلامات يا سلامة. 87% من سكان الإمارات معرضين للإصابة. هي؟ هي يا سلامة. تدرين ليش؟ لأن عندهم مستويات منخفضة من الفيتامين دال، وهالنقص هو السبب الرئيسي لهشاشة العظام. الفيتامين دي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، والمصدر الأساسي له هو التعرض لأشعة الشمس. ولكن بما أن معظمنا ما يتحمل أشعة الشمس الشديدة ويبقى في المكيف، فأجسامنا ما تأخذ فيتامين دي كفاية. وضروري يا سلامة تاكلين بروكلي وكبدة وبيض وأجبان، ويحليلهم النساء معرضات للإصابة أكثر من الرجال. وفي تقديرات أن 33% من النساء فوق سن 50 بالإمارات مصابات بهشاشة العظام، مقابل 20% للرجال. ضروري نبتدي بالوقاية من هشاشة العظام بسن مبكرة، وعساكم دوم بصحة وسعادة.